هبدأ بقى من لوجاين. لوجاين ما شاء الله 4 ميداليات ذهب قدرتي تحققيهم في البطولة دي، وده إنجاز كبير جدا جدا. بس في البداية حابين نعرف السادة المشاهدين عليكي. أنا لوجاين عبد الله، في المنتخب من 2017، كنت في الأول منتخب الناشئين ودخلت المنتخب الكبار 2021. عندي 19 سنة، بعوم مسافات طويلة، سباحة الحرة. كسبت في البطولة 200 متر حرة و 400 متر و 800 متر و 1500 متر، والحمد لله يعني ربنا قدرني، وأول مرة أخد في حياتي أحسن سباحة في أفريقيا، وإن شاء الله يعني تبقى مش آخر مرة وأحسن كمان إن شاء الله. ما سبتيش حاجة اللي ما كسبتيها، ما شاء الله. كل المسافات، كل المسافات خدتيها. الحمد لله، بجد مبروك، حاجة مشرفة جدا. عايز أسألك لوجين قبل ما نروح طبعا أستاذ إسلام، حصولك على 4 ميداليات وانت عندك يعني تاريخ مع البطولات الأفريقية، ده بيحتاج تدريب وبيحتاج انك انت تركزي جدا قبل بطولة مهمة زي بطولة أفريقيا للسباحة؟ اكيد طبعا، احنا السيزن كله بنبقى عارفين البطولات الدولية بتبقى ايه، وطبعا المنتخب بيبقى قايل لنا الأجندة بتاعتنا، فبنبقى عاملين حسابنا ان احنا عندنا بطولة كبيرة. البطولات الأفريقية دي من اكبر البطولات عندنا في السنة، فبتحتاج جهد ومجهود جامد قوي. تستعدي قبلها بقد ايه؟ لا يعني كتير، يعني ممكن 6 شهور عشان انزل اعمل حلو في البطوله ويبقى عندنا ارقام بنحتاج نجيبها، لان السباحه بتبقى لعبه رقميه مين دي، عن ان انت تكسب وبس، بيبقى في ارقام محتاجين كمان نجيبها. فمجهود بيقعد وقت كبير قوي، وسباحه وفتنس واكل معين ونظام حياه، وطبعا الجامعه برضو بيبقى عندنا دراسه وكده. ف يعني تبقى حاجه في الاخر لما بتعمل انجاز زي ده بحس ان هو نسيتي كل التعب بقى، كل ده يعني نسيت سنه مثلا كامله عشان بطوله، بس بان انا كسبت كاس زي ده يعني. ف ما شاء الله. طيب استاذ اسلام، الحقيقه احنا عملنا انجاز كبير جدا وتربعنا على عرش المياه المفتوحه الافريقيه، بس مهم جدا كمان ان احنا نتعرف على ابطال منتخبنا وان احنا كمان نوجه لهم التحيه. اكيد طبعا، احنا بنشكر كل سباح وكل مدرب اشتغل بجهد، سواء كان في الأندية أو مدربين المنتخب الوطني المصري. كمان بنشكر السيد رئيس الاتحاد على دعمه لينا وبنبارك له، لأن طبعا يعني برضه في البطولة دي شهد انتخاب الباشمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية، تم انتخابه النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي، وتم انتخابه عضو الاتحاد الدولي في الفترة القادمة إن شاء الله. كل الإنجازات دي حصلت في الفترة دي. أولادنا كلهم كانوا على قد المسؤولية، بصراحة بذلوا جهد كبير جدا جدا، سواء كانوا أولاد وبنات. وبحابب أشكر العناصر الصغيرة، لأن احنا كنا مدعمين الفريق بالناشئين. يعني دي بطولة العمومي. كان العدد قد ايه تقريبا؟ احنا 18 سباح وسباحة اللي كانوا موجودين، يعني 6 سباحات بس. كان عندنا اعتذارات كتير، دعمنا بالناشئين الفرقة كلها، والحقيقة يعني فاقوا التوقعات وحققوا الميداليات، والإنجاز الجميل اللي اتحقق ده كان بفضل جهدهم وتعبهم وإخلاصهم. وحابب كمان اشكر الجهاز الفني بقياده الدكتور محمد دسوقي، كابتن حسين عامر، كابتن احمد ناجد. الحقيقه كل البعثه كانت على قد المسؤوليه. شايفين دلوقتي على الهواء صور البعثه، ويعني البطلات والابطال اللي حققوا الميداليات دي في بطوله انجولا للسباحه في المستوى القاره الافريقيه. واروح للبطله اللي معانا لوجين. لوجين البطوله كانت من 30 ابريل ل 5 مايو، يعني لسه راجعين مفيش ايام قليله. عايزين نتكلم اكتر عن الاجواء البطوله هناك، المنافسه كانت عامله ازاي. انت من شويه كنت بتقولي انه اهم حاجه فكره كسر الرقم، الرقم يعني كل واحد او كل سباح عايز يكسر الرقم اللي حققه قبل كده في المسافات. ازاي كان التحدي وازاي كانت المنافسه واجواء البطوله الافريقيه في انجولا؟ احنا عندنا في افريقيا اقوى 3 بلاد بننافسها، يعني مصر بتنافسها، تبقى الجزائر وتونس وجنوب افريقيا. يعني جنوب افريقيا هم اصلا في الاغلب بيبقوا اغلبيتهم عايشين بره جنوب افريقيا، فكلهم بيبقوا قاعدين، يعني مستواهم بيبقى اقوى منافسه ما بيننا وما بينهم. وكمان احنا طول البطوله ماشيين ميداليات متعادله، فكنا عايزين كلنا نكسب وجايين كلنا عايزين نكسب البطوله. فالاجواء كانت صعبه قوي والبريشر كان موجود، بس كلنا كنا عايزين
نشرف اهلنا في مصر ونشرف مصر كلها، لان ان احنا بنلعب باسم مصر دي تبقى حاجه كبيره لينا كلنا. الاجواء في البطوله نفسها كانت حلوه جدا. الصغيرين اللي كانوا موجودين معانا كانوا كلهم مبسوطين وبيساعدونا، وطبعا الاتحاد كان كله بيساعدنا. الارقام عندنا في السباحه بتبقى كل طبعا مسافه وكل عومه بتبقى غير الثانيه، بس الحمد لله قدرنا ان كلنا نبقى جايبين ارقام. يعني اللي جايب الكاتس بتاعه العالم، واللي جايب ارقام جديده ليه، واللي جايب ارقام مصر، فدي بتبقى حاجه كلنا بنشتغل عليها طول السنه، وكل سنه بنبقى عايزين نجيب الارقام الاحسن، لان احنا عندنا في الاولمبيكس او كده انت بتتاهل بكات معينه. لو جبت رقم بتتاهل، مش لو كسبنا بطوله. فزي ما كسبنا زي ما كلنا جبنا ارقام احنا كلنا ساتسفايد منها، والحمد لله يعني المنتخب كله كان عامل انجاز الحمد لله. استاذ اسلام، مجهود كبير جدا، احنا بنتكلم 47 ميداليه ما بين ذهب وفضه وبرونز، وده رقم كبير، 47 ميداليه في بطوله واحده، ما شاء الله ده انجاز يعني مهم جدا. الحمد لله. اكيد الانجاز ده وراه تعب ووراه استعدادات ووراه مثابره. عايز اعرف من حضرتك اجواء الاستعدادات والتاهيل اصلا لابطالنا وبطلاتنا، ان هم لما يخرجوا لمنافسه زي دي وبطوله بالشكل ده وبالحجم ده يخرجوا بهذا الشكل المشرف. الحقيقه طبعا مش اول مره ان احنا نروح افريقيا او نشارك في بطولات، بيبقى عندنا خطه موضوعه من اول لحظه ان احنا نهتم الاول بالناشئين. الناشئين دول هم هيبقوا الصف الثالث والثاني، وده اللي عملنا عليه بتوجيهات من اعضاء مجلس اداره الاتحاد وجميع الزملاء والمهندس ياسر ادريس، وفعلا قدرنا ان احنا نخلق ابطال جداد، لان كل بطوله احنا كنا بنروحها للكبار بندعم بعناصر واحد واثنين وثلاثه حسب رؤيه الاجهزه الفنيه. والحقيقه عايز اقول لكم ان في البطوله بتبقى رايحه جايه، يعني طول ايام البطوله اليوم الاول والثاني والثالث كل يوم البطوله عندنا، وبعدين البطوله تروح لجنوب افريقيا، بعد كده تروح للجزائر. ففي اثاره كبيره جدا جدا، والولاد عايشين معانا الموقف، ونفسنا ناخد الميداليه دي يا اولاد، لان الميداليه دي هي اللي هتفرق معانا. الحقيقه في روح حماسيه وتشجيع قوي، روح غير عاديه، روح غير عاديه. عايز اقول لحضرتك كمان ان البطوله بالنسبه لنا ما بتبقاش ساعه واحده، احنا يعني اليوم بيبدا من بدري جدا، بنعوم مرتين في اليوم، الاولاد بيروحوا يعوموا التصفيات، بيبقى عليهم ان هم يدخلوا النهائيات. يعني كل الاولاد بتروح الصبح اللي عندها سبات علشان تتاهل وتدخل النهائيات بعد الظهر، وده طبعا عمل كبير جدا، يعني طول اليوم شغل زي ما بنقول. انضباط بقى في المواعيد مهم جدا، انضباط في الاكل، كل حاجه بتبقى بعنايه عشان نقدر نوصل اللي احنا وصلنا له. الاتحاد بقى له فتره كبيره جدا، يمكن احنا كنا قبل كده الرابع والخامس في افريقيا، كان هدفنا على المركز الاول، والحقيقه الدعم الكبير اللي احنا بنشهده في الفتره الاخيره قدرنا نوصل ونحقق، وبقى عندنا كمان ابطال اولمبيين دلوقتي بيستعدوا للاولمبياد، ويمكن عشان كده ما كانوش معانا في البطوله. يعني فريده عثمان بتتاهل، عندها اعداد عشان الاولمبيكس، مروان القماش عنده اعداد عشان الاولمبيكس، السباح عبد الرحمن سامح، عندنا غيابات كتير جدا، لكن الحقيقه الناشئين كانوا على قد المسؤوليه. وجوه جديده كمان، عايز اقول ان لوجاين يعني بتعتبر نفسها دلوقتي من الكبار، لكن هي 19 سنه يعني لسه خارجه من الناشئين اول بطوله، ما شاء الله. فمعنى كده ان عندها خلفيات وقدرت تعمل كبيره كمان بانجازها، ما شاء الله. طبعا ميرسي، شكرا. فهي سباحه ممتازه يعني، وعامت معانا كمان في البحر لاول مره، المياه المفتوحه. البطوله جزئين، جزء في حمام السباحه وجزء ثاني في المياه المفتوحه، والحمد لله احنا كسبنا الاثنين. يمكن عايز اقول كمان ال 47 ميداليه دول في حمام السباحه، عندنا ثلاث ميداليات تانيين في البحر، قدرنا ان احنا برضو نكسب سباق المياه المفتوحه ونحقق ثلاث ميداليات لمصر، اثنين ذهب وواحده برونز. يعني 47 كده، انا اسفه يا محمد، كده 50 ميداليه. بالظبط 50 ميداليه. لوجيني كمان هتبقى اعلاميه متميزه جدا، يعني هي بطله رياضيه. لوجيني بتدرس اعلام سنه ثانيه، وهتبقى زميله كده ان شاء الله قريب باذن الله، كمان خلاص سنتين يعني هيعدوا هوا. كلميني بقى عن المعادله بقى، يعني يوم في حياه لوجيني ازاي بتوازني كده وتظبطي يومك واوقاتك؟ طبعا لازم تدريب يومي، لازم نظام غذائي معين، كمان في جامعه، في محاضرات، في
في امتحانات، في مترم، في بتعملي الموضوع ده ازاي؟ بصراحه مش هضحك عليكم، هي المعادله بتبقى صعبه قوي، بالذات ان احنا عندنا الجامعات مش كلها بتبقى عندها الاويرنس ان احنا بنبقى عندنا تمرين وعندنا يوم كامل زحمه. يعني انا بنتمرن الساعه 5 الصبح، بنتمرن من 5 ل 7. بس ممكن بيسمح لك انا جامعتي الصراحه من الجامعات اللي فعلا سبورتيف قوي، وفعلا بتقدر لو عندنا مثلا بطوله مع المنتخب او بطوله جمهوريه او كده، لا يعني بيقدروا جدا، بيساعدوني. فدي حاجه الصراحه ريحتني قوي في ان انا منظومتي تبقى كلها بتساعدني ان انا اوصل لحاجه. بس لازم تدريب كل يوم. ده كده كده يعني احنا بنتمرن، ولا وفي اليوم تبقى اكتر من تمرين، يعني احنا ممكن نتمرن في اليوم تبقى 3 تمارين. الصبح الساعة 5 الصبح ل 7، بعدين برجع افطر وبعدين اروح الجامعة، اخلص مثلا الساعة 4، من 4 ل 6 بيبقى عندنا مثلا الجيم، بعدين عندنا تمرين بعد الظهر تاني سباحة من 6 مثلا للساعة 8، وبعدين اروح انام اعيد نفس اليوم. يعني اكتر من تمرين في نفس اليوم؟ تقريبا بتبقى 3 تمارين او تمرينتين في اليوم. حياتها كلها هي لان مفيش بقى مفيش اجازات، يعني مفيش، لا هو بس يوم واحد اجازه اللي هو في الاغلب بيبقى الويك اند، يعني خميس او جمعه. اللي هو احنا صحيناكي بدري فيه برضه. لا لا وبعدين كل بقى يوم تمرين. وفي السباحه احنا الاجازات بتاعتنا مش كتير، يعني احنا مش بناخد اجازات يعتبر غير في اخر السيزون خالص، مثلا اسبوع اجازه في السنه بس، وبنفضل بقى اون ريبيت لحد ما بنوصل للبطوله واسبوع البطوله. بس زي ما قلت حضرتك لما بنوصل لحاجه كل التعب ده بيهون، يعني احنا في النص بنبقى اللي هو بجد البريشر بيبقى موجود وكلنا عايزين نعمل حاجه وجامعه وتمرين وتمرين، بس يعني لما بنوصل حاجه بنحس ان هو احنا عملنا حاجه، كل الناس مبسوطه، فانت تبقي مبسوطه قوي ان انت عملتي حاجه طبعا، يعني بتحسي بالانجاز اللي عملتيه طبعا. اكيد بحس ان انا فعلا التعب اللي بتعبه بيجيب حاجه فبنساه فبعيده تاني. طب ما شاء الله يا رب تفضلي تعيديه على طول والله يا رجاي. طيب استاذ اسلام، منتخب قوي طبعا وبطوله قويه قدرنا ان احنا نحقق انجاز كبير فيها، لكن برضو الاولمبيكس مهمه جدا طبعا. استعدادات الاتحاد لدخول الاولمبيكس شكله ايه؟ هل هو مختلف عن التجهيز والاستعداد للبطولات الكبيره ولا بيبقى نفس الاهتمام ونفس الاستعداد؟ عايز اقول لحضرتك يعني اول مره اتحاد السباحه، طبعا هو اتغير الاسم دلوقتي لاتحاد العاب الماء، لان احنا عندنا لاول مره الباليه المائي بيتاهل بتسع مقاعد في الاولمبيكس، يعني تسع سباحات موجودين لرياضه الباليه المائي او السباحه التوقيعيه. كمان عندنا الغطس تاهل باثنين سباحين. عندنا في السباحه ان شاء الله مروان الانباش وفريد عثمان، وقد ياتي البقيه. فاحنا عملنا في خلال الدوره اللي فاتت دي بشكل كبير جدا للتاهل ده، يعني من اعداد ناشئين لبطولات ما بنسيبش بطوله. يمكن احنا برضو من في شهر 2 اللي فات كسبنا بطوله افريقيا للناشئين في موريشيوس. يعني احنا مكملين استعداد كل البطولات كاس عالم بنشارك فيها عشان الاولاد يكتسبوا خبره طبعا. عندنا عبد الرحمن سامح كسب بطوله عالم لاول مره برضو. جميل. سباح مصري بيفوز ببطوله العالم، فاحنا مش متاخرين عن الاولاد الحقيقه. يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل كل الاحتكاكات حسب الاجنده الدوليه وحسب الجهاز الفني ما بيحدد، والرؤيه بتاعه اللجان الفنيه احنا ماشيين عليها. وطبعا الاستعداد بيبقى قوي جدا، وده يوم من ايام لوجي زي ما حضرتك شايف كده. عايز اقول كمان الثقافه اللي بدات تبقى موجوده في المجتمع عندنا في كمان التعليم، ان هم يبقوا مهتمين بالرياضي اللي موجود عندهم، بالاضافه للاسره المصريه اللي بتتعب عشان توفق الكلام ده. كل ده بيعمل البوش الجامد او الدفعه القويه اللي احنا بدانا نبقى فيها دلوقتي. يعني اداره الحمد لله بتعمل اللي عليها، سباحين واولياء امور بيعملوا اللي عليهم، التعليم والجامعات الحمد لله. كمان وزاره الشباب والرياضه الحقيقه مش مقصره معانا خالص، دي منظومه في تعاون، فالموضوع مختلف. وقدرنا الحمد لله نتفوق، يبقى عندنا اكتر من رياضي. واعتقد ان البعثه المصريه هتبقى بعثه محترمه جدا في الاولمبيكس. جميل. ان شاء الله كل التوفيق. انا حابب اختم الفقره دي مع البطله لوجين، تقول كلمه سريعه كده، طموحك ايه ان شاء الله الفتره اللي جايه؟
يعني زي ما كابتن اسلام قال، طموحي اكيد طبعا اي رياضي عايز يوصل الاولمبيكس، وانا واثقه ان شاء الله هقدر اوصل، طبعا بدعم اهلي اكيد واصحابي والمدربين والاتحاد ان شاء الله. يعني بجهز للاولمبيكس اللي جايه ان انا اقدر اجيب الكات ان شاء الله، وان شاء الله نيجي تاني وابقى دخلت الاولمبيكس.